مساء الخير اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا. وقعه حزينه ابكت قريه مناوهله باكملها، غرق شقيقين في هذا البحر وقوات الامن تحاول اخراجهما. دلوقتي هنتكلم مع احد اهالي البلد. زي ما حضراتكم شايفين الاهالي جميع الاهالي هنا ينتظرون خروج جثمان الشقيقين. ربنا يرحمهم يا رب. يعني عايزه مين وانت؟ انت عارف الوقعه؟ ما هم من البلد. قول لي ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني هم وقعوا ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ انا سامع ان هم وقعوا من قدام من هنا كده، واحد من البلد جه يجيبهم اسمه سلامة عربية. هم كانوا واقعين اصلا، كانوا بيستحموا ولا كانوا بيعملوا ايه؟ هم كانوا مع امهم، امهم بتغسل. كانت بتغسل المواعين؟ تقريبا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وقعوا بقى الاثنين مع بعض، واحد غرق والتاني جه يمسك الثاني غرق. يا محمد يعني غرقوا هم الاثنين؟ هم الاثنين وقعوا امبارح تقريبا الساعة كام؟ كنا امتى كده يا اولاد؟ بعد الساعة 5؟ حوالي الساعة 5. الساعة 5 هم الاثنين وقعوا. بعدها مفيش حد عرف يلحقهم بسرعة؟ ما كانش في الا جارهم بقى هنا، راجل سمكري وده دلش عليهم. الواد ده اول عم نول جايب عيل قدام، انا برضه كانت بنت انا بتغسل وقالت لي الحقيقه بقى في عيل بيغرق. والله العظيم قدح بتليفونه بمحفظته بكل حاجه، ونجيناه جبناه من نور المستشفى ده. في مستشفى هنا. هي دي مستشفى. يعني الولدين كانوا نازلين علشان يستحموا قدام امهم وهي بتغسل المواعين. عادي خالص، واد عمهم واقف اهو تقريبا برضه. ربنا يصبر امهم. ربنا يصبرهم. ويقول له الجدع عمل قدر يعمل عليه، ما جابهمش قطعوا له الفانيلا خالص، هياخدوه معاهم الفانيلا مفرتكه معاهم. يعني هما الاثنين وقعوا امبارح، يعني نزلوا امبارح من العصر يستحموا؟ من بعد العصر يستحموا. انتوا عرفتوا لما امهم طلعت وصرخت وقالت ايه بقى بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ طبعا لما هي صوتت جه الراجل اللي هو السمكري اللي هو ريحهم ده، راح اذى عليهم عشان يجيبوا. ما قدرش عليهم الاثنين، قطعوا له الفانيلا ما طلعوا يسابوا. كانوا الثاني ماسك في رجلين اخوه من تحت. فاللي فاكر ان هو هيجيبه ده فاكر ان هو عيل واحد، قتلوهم اثنين بس الثاني ماسك في رجليه من تحت. يعني جه يقطز الاولاني ما عرفش، فالاثنين كانوا ماسكين في بعض. هو كان بيحسبه نفر واحد، هو بيحسبه نفر واحد، قتل اخوه ماسك في رجليه بيشد هو اللي فوق الوش، ما قدرش عليهم الاثنين عشان الثاني كان عايز يطلع هو كمان. الله ينور عليكي، الله ينور عليك. فطبعا المحاولات بتاعه اللي كان عايز ينقذهم ده بقت بالفشل. ما قدرش يا ولد عليهم، ده اثنين ده كان هيموت معايا. قلع الفانيلا كان مات. الفانيلا مفتكه معايا في ايده. وامرهم خلص، وربنا دي مصيبه وربنا يصبر اهلهم ويصبرنا جميعا عليهم. بصراحه ده الحزن مش يخيم على قريه مناوله والمنشيه وجميع البلاد. انا شايفه ان انتوا كلكم هنا ما شاء الله يعني قلب واحد، انا شايفه ان البلد كلها واقفه. كبرى ولازم كلنا نقعد فيه. الساعه 5 امبارح، الساعه 5 بالعصر لغايه دلوقتي ما حدش نام في بيته. دي مصيبه كلنا حاسين بيت المنشات والصيادين اكثر من الصيادين كلها ماشيين في البحر. فدي حاجه تبقى على مستوى كل، مش واحد مش بيت واحد، البلد كلها بيت واحد. بلد واحده البلاد بحالها، دي مصيبه. بلد البر الثاني وهنا في مناوهله كل واحد يعني كل واحد بيعمل اللي عليه. في صيادين نزلوا؟ صيادين وصيادين كل واحد ماشي. الصيادين عماله تدور من صيادين سابوا حالهم وسابوا محتلهم وشغالين بالمراكب في شبين وشنوان معانا مراكب صيادين كمان كله بيدور دلوقتي بالمراكب. لما نجيب التاني ان شاء الله. لما نجيب التاني خلاص كده. احنا سمعنا الولد الاولاني اللي هو في رابعه ابتدائي، هم كانوا اثنين، واحد في رابعه ابتدائي وواحد كان في الثانوي. اللي في رابعه ابتدائي طلع دلوقتي؟ الحمد لله يعني طلع الاولاني. طب راح فين دلوقتي؟ الولد الثاني بقى يا رب يا رب ربنا يصبره. بيتغسل حضرتك عمو. تعالى اتفضل هنا بس عشان الشمس. قول لنا بقى اللي حصل بالظبط، يعني الواقعه كانت بالنسبه لكم عامله ازاي؟ يعني هم كانوا متعودين ان هم يستحموا؟ هو نصيب، انا قبلهم ب 10 دقايق كنت معاهم ومشيت. وخلي بالكم من نفسكم ومشيت، مفيش حاجه وسايب معاهم. انتوا كله كان كل يوم بينزلوا عادي البحر؟ لا يعني كل فين وفين لما تيجي والدتهم تعمل حاجه في البحر ولا كده. بس نصيب. ده كان نصيبهم. دلوقتي الحمد لله قدروا يعثروا على الطفل الاولاني، على الطفل الاولاني فاضل بقى الثاني. ان شاء الله قوات الامن هنا يعني هتقوم بالواجب باذن الله. ما قصروش معاكم الحمد لله. الشرطه هنا متواجده من امبارح. من امبارح ما حدش مشي. من امبارح.
كل موجودين من امبارح، شرطه وشعب وناس بلاد ما تشبك. البلد ما نامتش خالص. ده العالم خفت دلوقتي شويه على الاول، ده من امبارح ما كنتش عارف تبعت من اللي من هنا. استحاله كنت تلعب تمشي برجلك كده وانت ماشي. بس العالم بقى يعني امبارح لغايه دلوقتي برضه في اللي تعب برضه عاوز يريح شويه ولا بتاع، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ عمال عمال ربنا. هو اعزائي المشاهدين بس اللي بيتكلم عن الصوت، هي المشكله بس ان الشبكه هنا ضعيفه شويه، فيعني احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نجيب لكم الصوت عالي كامل يا فندم. الحمد لله ربنا يسترها بعدها، ربنا يصبر بس ابوهم، ربنا يصبر ابوهم. يعني البلد باكملها غير قرايبه او غير اهله، البلد باكملها ما نامتش من امبارح، والشباب هنا برضو مشاركين. هم كانوا ناس كويسه جدا وكانوا ناس محترمين والناس كلها كانت واقفه معاهم اليومين دول. اه في ناس ما تعرفش ابوه وامه، ما يعرفوهمش اساسا وموجودين هنا. استاذ رياض يا فندم كلنا عارفين، في ناس المره الثانيه عارفين ما يعرفوش ابوه وامه، يعرفوا الناس. انا المنزل بتاعي على الصدى وانا بايت على البحر بالليل ما نمتش. انت بايت على البحر؟ قدام البر الثاني. دي مصيبه البر الثاني من المنشيه الجديد. دي مصيبه مش على قد قريه منواله بس، ده منواله والمنشيه والبلاد اللي حواليها كلها. واحنا كلنا والله بندعي ان انتوا تطلعوا الثاني. ربنا يطلع الثاني من على خير من البحر ويصبر ابوه وامه، لان دي مصيبه كبرى. هو ربنا زي ما كان المصيب قادر ان هو يصبره. احنا بندعو من الله ان هو ربنا يصبرهم ونرفع ربنا موجود. نرفع ايدينا ربنا ان ربنا يطلع الثاني من البحر. يا رب. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين هنا الاهالي مش القريه منوله بس، لا ده جميع القرى. زي ما حضراتكم شايفين على مرمى البصر جميع الاهالي هنا للقرى المجاوره. زي ما حضراتكم شايفين عدد الناس كتير جدا جدا، كلهم هنا قدام البحر عمالين يقولوا يا رب. واحنا كمان من يعني بنطلب من المشاهدين اللي شايفيننا كلهم يقولوا يا رب يطلع بالسلامه، يا رب يطلع علشان امه وابوه يستريحوا والبلد كلها تنام النهارده. قول لنا يا حاج بقى، يعني ما حسيتش ان موضوع انك تقف هنا الموضوع صعب عليك ولا؟ اتفضل. يا صعب علينا احنا وعلى الناس، صعب على حد، صعب على الناس كلها اللي من امبارح واقفين هنا على البحر وعلى السكه ورايحين جايين. انت يعني علشان سنك برضو يعني جيت برضو واستحملت علشان تدعي؟ طبعا علشان احنا نشوف ربنا يسهل ويطلع بالسلامه يا رب، وعشان نخلص يعني نخلص الموضوع على خير بدل ما هم قاعدين في البحر واحنا عايزين نشوف ربنا. ربنا بس يعطرنا فيهم، ربنا يعطرنا فيهم يا رب ويطلعوا كده. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين هنا برضو قوات الانقاذ تقريبا زي ما حضراتكم شايفين هي بعيده شويه عننا، بس قوات الانقاذ هنا بادين كل جهدهم. امبارح وشايلين قلوبهم مع قلوب الناس كلها، ربنا يبارك فيهم. وتعبانين وزعلانين والله وبيدوروا. وحضرتك في تنويه بس، هم بيدوروا على الجثمانين، لقوا جثمان ثالث غير مرتبط بالموضوع اصلا، كانوا غرقان وطلعوه برضه، يعني جثمان ثالث. يعني لقوا واحد ثالث كمان. لقوا جثمان ثالث غير الجثمانين اللي موجودين اللي هم بيدوروا عليهم وطلعوه. اه. محدش يعرف عنه حاجه حضرتك وطلعوه، وهم من الساعه 6 الصبح حضرتك ولا من الساعه 7 الصبح عمالين يلفوا في قلب الميه وقاعدين في الشمس زي حضرتك. هم من ساعه الصبح هم شغالين، بس هم بيروحوا شويه في الظل حضرتك عشان الجو حر والجو صعب عليهم. اه. يعني هم الله يبارك فيهم والحكومه السيبانه. وناس تشفوا الدماغ وناس شايلين هم البلد وكل حاجه، بس احنا عايزين من الناس كلها الناس تدعي، لان احنا كلنا ما فيش بايدينا حاجه، كلنا عايزين دعوه واحده بس لعل عسى ان يكون واحد فينا صالح، ربنا يستجاب دعوته، ربنا يطلعه بالسلامه لاهله ويطمن قلب امه عليه. فدعوتكم يا جماعه هي اللي متوقفه على الموضوع ده. متشكرين. هنا زي ما حضراتكم شايفين جميع الاهالي واقفين على قلب رجل واحد، القرى جميع القرى هنا واقفين على قلب قريه واحده بس. دول يا جماعه الاهالي بتوع جميع القرى هنا حالتهم صعبه جدا، منتظرين الشقيق الاخر يطلع. اللي طلع مين؟ ابراهيم طلع، فاضل سيد احمد هو اللي فاضل دلوقتي. سيد احمد هو اللي فاضل. قوات الانقاذ هنا بذله جهدها، هنا الاهالي واقفين كلهم بيقولوا يا رب. طبعا اعزائي المشاهدين عايزين برضو يا ريت دعوه من حضراتكم كلكم تتكلموا وتقولوا يا رب. هنتكلم مع احد السيدات اللي واقفه هنا. يا حاجه
انت منتظره من معاهم من امبارح؟ اه. طب قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل هي جايه من الغيط تعبانه، جابت وتعيبني وديني اغسل البطاطين على عزاء، عندهم كده عزاء بتوديه، جابها وجيه فهو قاعد مستناها ما تخلصش تشيلهم معاهم. لقى اخوه بيضرب، نزل فوقه غروا الاثنين، واحد نزل غريب عليهم شبك في الكبير، الكبير قال له يلا يلا، قال له لا مش طالع بس سايب اخوه، لا مستوى ولا نعيش سوا. يعني هو كان الكبير عنده امكانيه ان هو يطلع بس نزل عشان الصغير، عشان الدوكه كان شعبان شطان في رجله من تحت. شطان في رجله من تحت. بس ربنا يصبر والدته يا رب. هما دلوقتي طلعوا الاولاني ابراهيم، طلعوا الاولاني على الكوبري كوم الضابع. الصغير الصغير ابراهيم على الكوبري كوم الضابع. فاضل بقى الثاني، ربنا يعطرهم عليه يا رب. مش هيانا. المكان هنا في محافظه المنوفيه في قريه منوهلة التابعه لمركز الباجور. هنا في ماساه بجد في جميع القرى اللي حوالين منوهلة، مش منوهلة بس، كل الاهالي هنا واقفين. معلش دي نتيجه ان مفيش اهتمام للمجاري. ما هي لو في مجاري داخله البيوت، انتوا مفيش مجاري في البيوت، مفيش مجاري داخله البيوت، ما كانش هي جت بالبطاطين تغسل على البحر. لو دي نتيجه ده خطر من رئيس الدوله ومن الدوله كلها. ما تخبطيش، احنا دلوقتي بنتكلم على الخطا ان المسؤولين. مسؤولين. ايه ايه اللي تشتغل؟ يعني لو في مجاري ما كانتش جت حاجه في الترعه. لو مفيش مجاري، لو في مجاري موجوده ما كانتش جت على البحر. كلنا بنعاني من كده. انا على دي البحر عشان دي واجب برضه. يعني كل اللي بتيجي تغسل معاها عشان تشيل معاها. عشان ما حدش حق الخزان، ما يغسل البطانيه، غسل البطانيه الخزان هينتهي. هتجيب جرار ب 70 جنيه 80 جنيه يشيله؟ هتودي المغسله هيقول لها 30 40 جنيه السجاده ولا البطانيه؟ على قدهم وعلى قد حالهم. ما هو لو في مجال ما كانتش خرجت من بيتي. فانت من خلال الموقع بتاعنا بتنجي ان يبقى في مجال هنا في البلد، عشان ما حدش ينزل البلد كلها دي. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، في تقريبا كان في اهالي برده في الترعه من شويه بيغسلوا بعض الحاجات. كنت شايفه ناس قدام كده. في البر الثاني برده بيغسلوا مواعين وبيغسلوا بطاطين وبيغسلوا حاجات. احنا طبعا كلنا بندعي ان هم للاستاذ احمد ان هو يطلع بالسلامه. زي ما حضراتكم شايفين جميع الاهالي هنا واقفين على قلب رجل واحد، الامن هنا برده موجود. ابنك 16 سنة. ابنك غرق امتى بتقول؟ لا من 16 سنة بقى. من 16 سنة في البلاعة بقى. عشان من سبب مفتوح، عشان حمل من سبب مفتوح بلاعة الحضانة. البلاعة كانت مفتوح. كانت مفتوح. وجاي في الحضانة الشؤون الاجتماعية سقط فيها. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، هنا البلد كلها واقفة على رجل وعلى قدم واحد بس. الاهالي هنا زي ما حضراتكم شايفين حاله من الحزن، حاله من القهر عايشاها بلد باكملها، والقرى المجاوره زي ما حضراتكم شايفين سيدات ورجاله كلهم في الطرقات، كلهم النهارده حزنانين علشان خاطر الشابين اللي غرقوا من امبارح. زي ما حضراتكم شايفين على البحر وفي البلد ناس كتير جدا بجد، يعني العدد كبير. كل الناس هنا بتقول يا رب، واحنا بنناشد جميع المشاهدين ان هم يدعوا ان سيد احمد يطلع بالسلامه علشان اهله يستريحوا. ده البحر اللي شاهد الواقعه امبارح. ده البحر اللي شاهد الواقعه امبارح صح؟ ايوه هو ده البحر. ده البحر اللي شاهد. عينك بس الناس يا حبيبي. انتوا جايين برضو تشاركوا، يعني تشاركوا الناس. احنا حواليها كلنا، احنا حواليها ودول زمايله. انت زميل ابراهيم؟ احنا ده قرايب. انت قرايب ابراهيم. ابراهيم كان معاكم بيلعب معاكم؟ لا احنا ما كناش معاه. لا كان بيلعب معاكم قبل كده زميلكم يعني. وانتوا جايين علشان كنتوا تطمنوا عليه. ربنا يصبركم يا رب. يلا يا حبيبي. احنا بنناشد جميع المشاهدين ان هم يدعوا
ان سيد احمد يطلع بالسلامه ويصبر. اتفضل قول بتقول ايه؟ سيد احمد كان بيعرف يعوم فخوز صغير مسك شافه بيغرق فخوز صغير مسك في رجله ما خلوش يعوم. حاجه لفت على رجليه الرم ده هو لف على رجليه من تحت. الرم ده هو لف على رجليه من تحت رفع رجله من تحت جاي يشده ما عرفش ينزل هما الاثنين غرقوا. ما كانش بيستحموا مش الاهمال من الام ومن الاب. هما كانوا معاها عشان يعاونوها عشان سريعة مش قادرة. هما كانوا معاها بيغسلوا معاها الصغير ولا بيستحموا ولا بيلعبوا على البحر هي محافظة عليهم طول عمرها. الصغير الزحلق والكبير نزل يجيبه نزل يجيب. هي كانوا مع امهم بتغسل بطاطين انما ما كانوش بيستحموا وما فيش اي طفل بقى يستحمى في البحر من خطر بان ما فيش حد يستحمى في البحر من دلوقتي عشان دي ان هي كان معاها بيستحموا ايه؟ هي اسحب يا اوسخ الحته دي الحته اللي هما كانوا فيها هي كانت قاعده هناك في الناحيه الثانيه بتغسل. لا الناحيه الثانيه هنا كان حسن الواد الصغير قال لها يا ماما انا هنزل قدام الترنت على الباستا اشطف جسمي. فالواد الكبير قالت له خلي بالك الصغير قال انزل اشطف جسمي. الكبير امه قالت له خلي بالك من اخوك الكبير خلي بالك من اخوك الصغير. فالكبير ما خلي باله امه قالت له ايه تعالى شيل معايا ايه وتحط ايه على البطانيات وشيل على العزاء. شيل مع امه فالواد الصغير قاعد إيه ورايحين المستشفى فالواد الكبير قام رايح نطط فوقه جاب الواد الصغير روحه بتروح ماسك في رجله من تحت فامه راحت بالصوت واحد هنا سلام سلام عرب سلام عرب نزل عشان يجيبهم اطلع يا سيد احمد. سيد احمد ده الكبير كان بيعرف يعوم اطلع يا احمد. لا انا مش طالع وسايب اخويا الواد الصغير كان قاعد يشده من تحت لا نعيش سوا ولا نموت سوا. يا بنطلع يا بنطلع انا هجيب اخوك. دي قريه مناوله اللي بيسال على القريه دي قريه مناوله والاهالي هنا مش من مناوله بس من جميع القرى المجاوره كلهم جايين يشاركوا النهارده. اختي خلاص السلام دلوقتي احنا بنشد محافظه المنوفيه نجيب المجال بسرعه بدون تواجد هنا لان هنا الغواصين دول مش بيبقاش حاجه خالص. لو ابن وزير او ابن فلان او ابن علان العمليه اتقلبت هنا يا فندم يا فندم. القوات الامن القوات الانقاذ ما هي طالعه ايه؟ بيعملوا ايه؟ طلعوا واحد وهيطلعوا الثاني طلعوا واحد وهيطلعوا الثاني. لكن الثاني سادين مطلعاه من عند كوبري من عند كوبريكم الطاقه. هم اللي مطلعين هم هنا طول النهار ماشي بس القوات الامن موجوده كانت موجوده امبارح وكانت موجوده النهارده معاكم من الصبح. لا قاعدين وبيتفرجوا على التليفونات ما عملوش حاجه. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين دي كانت واقعه ماساويه بكل المقاييس هنا في محافظه المنوفيه في قريه مناوهله مركز الباجور. جميع الاهالي هنا على قلب رجل واحد يدعونا ويقولوا يا رب كل يا رب سيد احمد يطلع طلعوا ابراهيم فاضل سيد احمد. كل الاهالي زي ما حضراتكم شايفين هنا منتظرين جثمان منتظرين جثمان ابراهيم هنا في المستشفى اللي قدامنا. ربنا يصبرهم جميعا وبندعو للسيد احمد ان هو يطلع بالسلامه. شكرا اعزائي المشاهدين.